الأول البورشن اللي هو الجدول بتاعه أو زي بودرز أو زي طبعا ممكن اتجاه يخدعها، لكن دي القاعده العامه بيقول عليها
القسم نفسها، عشان كده الناس مثلا تجيبهم ايه؟ ريكارد اتاكس اوف بين، يجيلهم ريكارد اتاكس اوف بين لانها هتلف وعين ثيرابيست وبعدين يجيلهم بين وعين باريليت. الكلام ده بيابلاي على كل حاجه ممكن تتويست، حتى على السيجمنت برضه، بس اللي هو اشهر فيسكس بيتويست او فيسكس بيتويست هو السيجمويد كولون في الرجاله الكبار. فالاطفال الموجودين بيجيلهم لفه بتاعت السمول انتستن اسمها فولفولس ريناتورم، سمول انتستن في المولودين بتلف وتعملهم انتستنال سكشن. طبعا في الفيميلز الاوبرين سيستس بتلف، وفي الرجاله او في الشبان او في المولودين انتستن بتلف زي ما بقول كمان دقيقتين عليها. الستمك ممكن تلف، السيكا بيلف ولا ما يلفش؟ السيكا سابق ولا ما زال فيه؟ السيكل هو مايزن دي، قاعدة السيكل ملوش مايزن دي، قاعدة السيكل ثابت، لكن لو له مايزن دي هيلف، الجول بدل لو لها مايزن دي هتلف، القاعدة الجول بدل مالهاش مايزن دي، لأنها لازقة في الليفر بيلت، لكن لو كانت البريتين كفرنج بتاعها طويل قوي ممكن تلف، قاعدة عامة، فأنتوا تقدروا تطبقوها في كل حتة، لما الوقت دي أماكن السايتس اللي بيحصل فيها تويستنج، ودي البارامترز اللي احنا بنتكلم عليها. بيقول لك تلف في اتجاه وكم لفه و حواليه ايه؟ بتلف حواليه، انا لازم هتلف حواليه حاجه ولازم هتلف لفات، عدد اللفات هتلف في اتجاه معين، وممكن الحاجات دي تخوننا في اوقات ترجعنا في اوقات. البيتورشن عشان كده بيحصل ريكاردز. طبعا لما حاجه بتلف بتدي سادن بين. السادن ساعتين مهم. السادنس از اوبوست للكيوتنس اوف انفلاميشن، ده هيبقى سليم مره واحده تلف يكون يجي له سادن بين، ممكن يحصل سادن ريليف. القصه معروفه، في قصه مره من المرات اتوزع عليكم، الشاب اللي دخل عنده سيفير سكوتال سادن سيفير سكوتال بين، وجاء الجراح دخل بص عليه عمل له كده بني ادم استريح على طول، لو عمل له كده في الاتجاه المظبوط هي انتويست ويستريح انستنتينيسلي instantaneously يعني في اللحظة. فمعروفة الحكاية السادنس والكارنت اتاكس يعني ثلاث ساعات spontaneous. دي توشر طبعا الكونسيكونس اللي ما حصلش. شريف ايه اللي هيحصل لو بسنا ما حصلناش تويستنج جراحيا او spontaneously؟ هيحصل اسكيميا للستراكشر، دي تأثر على اليمين الأول، هتأثر على البين الأول زي الباثولوجي بتاعت الستراجيليشن، هذا فورم اوف ستراجيليشن ات دي اند اوف ذا داي، يبقى البين يتأثر الأول، يكون الباير البين اللي هي تأسست تبقى كونجستد وتبقى انفس، والكلينيكال بتاعتها تبقى فيها هايبوسيل، ما كانش بعد شوية الكونجستشن سيفير بيخلي البيسس رابتشر تبقى هايبوسيل، ما تبقاش هايبوسيل وبس. وطبعا بعد شويه العقل يتاثر والجسس تبتدي تبقى زي ما عارفين الفيز بتاعت الستريميليشن تبقى اسكيميك وفايبل، اسكيميك ونون فايبل، ما حاجاتش هتبقى جانجل سكون ستيج. البروسيس ده بيبقى سريع، بياخد بين 6 اند 12 اورز، بين 8 اند 12 اورز. ما بدناش فرصه نقعد نقول ده ايه ومش ايه ونعمل له ده وما نعملوش ده، يبقى لازم نشتغل بسرعه من غير ما نكون متاكدين على التايمز. الواحد لما يأسيوم يفترض ان الديزيز اللي عند البني ادم اللي هو بيعالجه بتاع غير متاكد عشان محتاج السرعه ويأكد از اف يسور، بيسموا ايه؟ بيسموا وركينج دايجنوز. وركينج دايجنوز وركينج دايجنوز بيقولوا على ده الوركينج دايجنوز، احنا مش متاكدين، احنا متاكدين خلاص ده عنده حركه كاتاليز، عنده ستيل اوكلوجن، ده عنده تورشن متاكدين، لكن لما نبقى ان داوت وعلينا نكسب الوقت، لان لو استنينا هنبقى لاست وبنشتغل از اف وي نو اور دو وي نوت تو سيف ذا ثينج. طبعا اسيوم ذا ثينج وي ار تريتنج از ذا مور سيريس ثينج ذات مينز اكتف انترفنشن. تعطينا جيم بتنشر دوزز اوف بورشن اوف ذس از ديزاينتس او بيرمو كايتس بيرمو كايتس عاوز انتي بوتكس بورشن تيست عاوز تدخل. يبقى لو قلنا الاكتينايتس ونبني على كده وسميناها هو كان بورشن تبقى كارثه، لو هو كان الاكتينايتس ونقول لك بورشن فاحنا ما خسرش حاجه. اه طبعا يا ريت نعرف بالظبط، لكن لو ما كناش نعرف يبقى ناخد
needs intervention. دي قاعدة عامة وكلمة عامة قلناها من زمان ومفهومة قوي هنا اسمها الـ working diagnosis. اسمها الـ working diagnosis. الواحد بيستعملها لما يكون مفيش وقت. ما بيستعملهاش إلكتيف. إلكتيف عنده وقت يقعد يفكر مثلا انفستيجيشن هو يقصي ويعمل ده ويعمل ده لغاية ما يبقى متأكد. لكن في السيتويشن اللي هو لازم يكسب فيه الوقت نبقى مضطرين نتدخل هنا نتأكد نقول عليه الـ working diagnosis. فده الجنرال بتاع تورشن. ده الجنرال بتاع تورشن هو طبعا يعني تورشن يعني twisting around an axis in a certain direction. كلمة بوربلس غالبا بتريزيرف الحاجات الغلط أكتر من الصلب وتورشن ده حاجات الصلب. مش بنقول بوربلس ولا تسلس لكن بنقول بوربلس ولا سيك بوينت. تورشن بوربلس أو بيرنج سيست بنقول twisted بيرنج سيست أو تورشن بيرنج سيست. قلنا عشان الحاجه تلف لازم تبقى مش ثابته لازم تبقى مواي ولازم الموبيلتي بتاعتها دي يا اما تبقى نورمال هي كده يا اما تبقى انوميلي والكلام معروف. The normal testis does not twist. The normal testis cannot twist. ما تنفعش التويست انها ثابته فالتستس عشان تتويست لازم يبقى فيها انوميلي نورمال كمان بيتين والانوميلي لما الاورج تبقى بايلاتر دي بتبقى انوميلي بايلاتر عشان كده لما بنثبت التسس لفه بنثبت الناحيه الثانيه في نفس المره اللي طبعا دي عمليه ما تاخدش 10 دقائق بعد تفتح سكوب بنثبت الاثنين حاجه هتاخد يا دوب وقت قصير قوي قوي تنقذ ان العين يجي له انذر ابيسود فبنثبت الناحيتين لان الانوميلي تبقى موجوده باي لاترال واحنا بنفحص البني ادم اللي عنده تورشن الناحيه اللي فيها تورشن اوكي فيها ساينز الناحيه الثانيه ممكن تكون فيها الانوميلي اللي في ديسبوز تو تورشن لما يتقصى كده الاقي الانوميلي موجوده. دي الابلكيشنز بتاعت الكلمه بتاعت الانوميلي ممكن تبقى بايلاترال لها طبقين مباشرين معروفين. ايه الحاجات اللي بتلف في الجسم؟ ايه الحاجات اللي بتلف؟ احنا قلنا لو خدنا الجي اي بي اللي هو اشهر حاجه من الحاجات اللي بتلف قول ايه اللي بيلف؟ الانتستن بوربلس مينا تور سمول بس ان كده واسع شويه سمول انتسن في المولودين وات جولس من الطور من اللي جيت سيرته مع اطفال بعدين ان شاء الله مش هقوله دلوقتي عشان احنا دلوقتي عندنا موضوع عايزين نخلصه ايه كمان؟ بس لسه في البطن راح يبتدي الاول يقول الستمك بتلف اه بتلف الستمك بتلف الجاستريك بالبس النيل ما يلفش سمول بالب تلف اه بالذات في النيونيتس السيت كان بيلفش لو كان له فولتس قصدي لو كان له ريزنتري بس معروف انه بيلف الاسدي ما يلفش ثابت الاسدي ما يلفش ثابت الركتم ثابت السيجمويد اشهر حاجه بتلف بتلف كتير قوي في الرجاله الكبار لما يجي راجل كبير عنده اكيوت لارج فول ابستراكشن من ضمن الحاجات اللي الواحد بيفكر فيها ان عنده سيجمويد فولتس بالذات لو كانت بطنه منفوخه قوي تمبانيتك ولو كان بيجي له ريكارنت اتاكس اه بتصير ابستراكشن مشهوره قوي يعني طبعا اوفاريان سيست تويست تسكل سويست دي مومنتم تايم سويست دي اتليسز سويست الاتليس بتاعتين اتليسز اللي هي اتليسز الكلوسي جول اللي هم الكومنسيشن اوف فات سبسيرس على الكورن بالذات اللفت سايد لو شفتوا الكورن كده او تحت السلوطه بتاعته في كومنسيشن اوف فات تعمل له حتت زوايد اسمها الاتليسز الحاجات دي كلها ممكن تلف انا بنرجع نقولها مع الموسيقى دي وقتها لما واحد يتكلم عن حاجه بتلف بيقول في انهي اتجاه او حوالين ايه انهي اتجاه كام لفه كل ما الحاجه بتلف كل ما يبقى الهيت ريسنج بتاعها اصعب بتلف 90 180 270 360 ساعات بيحصل دي تورشن سبونتينيوس يا سيرفيكال ولو حصل سبونتينيوس يبقى ده بيسبلين واي اتاكس اتكررت الكيميكال حاجتين مشهورين الريكارنس والحاجه الثانيه السادنس كلمه سادن سادن لها حسابات مش اكيوت الاكاديميك هايكس هيبقى اكيوت لكن التورشن هيبقى سادن هيبقى سادن يعني الواحد قاعد في امان الله مره واحده يجي له البين سادن يعني يوصل لبيك من غير شورت وايد او انستنت وطبعا الانسان يقول ايه الكومبليكيشن والايفكتس اللي بتحصل انه الاورج اللي بتبقى سيف بتبقى اباوت 6
6 to 12 hours to act if we know the organ may well be lost. لو كنا نتكلم عن الامعاء بتبقى كارثه ان هي يحصل هيجيله ايه البني ادم ده؟ ايه؟ هيجيله بيرتونايتس يعني ويجيله سبسس ويجيله سبتك شوك. لو اتكلمنا على التستس مش هيحصل له كده لان التستس بتاعته مرفوض. ولو سيبناه ومحدش هو ما اهتمش ممكن كمان التستس الثانيه بتاعته مرفوض كمان لو هي بايلاترال فتبقى مشكله. لكن لو في الكورونا تبقى مميته. لكن في التستس بس هنفترض التستس السيكونس بتاع البين القطري معروف. السيكونس ده معروف اللي هو الحاجه لما تخس ازاي بتبقى الاول البين بيبقى كومبرومايز لاسباب معروفه ان البين اللي هو بتاعته فين ولانه ما بيبقاش فيه واطي فالبين بيتقفل فالتستس تبقى كونجستد وتبقى انيبيتس يعني هتدلل الجراحه لان هي على ان هي ورمه وتندر وبعد شويه يبتدي يبقى فيه هيدروسيل ما كانتش هايدرو هيماتوسيل وطبعا بما ان الكور لف التستس هتبقى عاليه الكور ده فبتبقى باينه في السكوتر بتبقى اعلى والواحد ممكن يحس في الكور بالتويست بتاعه ولانه بعد شويه كل حاجه هتبقى ملخبطه الدنيا كلها تبقى بعض يدين التس وصعب قوي ان الواحد يتعامل معاها. بعد شويه هتبتدي التس تبقى اسكيميك ولسه فايبل اسكيميك وبعد كده نون فايبل انفاركتد والتس بيبقى فيها فيك ان انفاركت التس شو بي ريموفد بين ايفن ان سكين التست شو بيموت انه البلاد تست فاري بيبقى ديسترويد لما البلاد تست فاري بيبقى ديسترويد هم السبيرمز بالظبط اللي انتم بتبدا اكسبوز للميون سيستم بتاع البادي بيعمل انتي بوديز لونش اجينست ذا ستار ذا نورمال تستس لما النورمال تستس تبقى افكتد تتكسر السبيرمز يبقى في انتي بوديز اجينست ذا جيرم سيلز فدي ذس از ات تايمز منشن تو بي ا جود ريزن واي يو شود ريموف non viable or even سيمي تيست rather than conserved. ديبيت اوف ذا داي، موضوع ديبيت ما هوش كده ستيت فورد. يبقى احنا اتكلمنا الاول على النهارده على التورشن الجنرال بتاعه. وبعد كده ننتقل للكلام على اسباب الاكيوت سكورد بين الكنترول اي نعمل بوكس ثانيه او كده النهارده خلصنا هي دي. ده الجنرال بتاعه، بعد كده نتكلم على البوكس بتاع الاكيوت سكورد بين. عايزين نعرف ايه الحاجات اللي بتعمل acute scrotal pain. ان هم لو قالوا اسم تاني طبعا بيسموه acute scrotal متماشي مع كلمه بين الابدومين زي ما انتم عارفين اكيد قبل ما هي acute abdominal pain ال ongoing ال severe وده acute scrotal نفس الكلام. فمين هيقول لي الاسباب؟ ايه؟ طبعا بوشن هو ده الموضوع ده البوكس هي بتحط كمان كلمتين في الديفرنشال دايجنوزز اوف تورشن. انا اتكلم مش على التورشن بتكلم عليه بطريقه معروفه اللي هي طبعا الحاجات المعروفه دي كنديشن ايكولوجي باثولوجي دايجنوزز وتريتمنت اكيد يعني ان شاء الله. فحطوا دي تحت الديفرنشال زي التورشن او التورشن بتسس هي سبب اكيوت ابيدرموكايتس. الابيدرموكايتس ممكن يجي طبعا يبقى كرونيك لكن هنا بنتكلم على الاكيوت عشان يبقى اكيوت مش هنقول كرونيك كرونيك مش هيجي كده يبقى اكيوت. ابيدرمو مين اللي هيناديني كلمه ابيدرمس ما بعرفش. دي اي دي اي دي ايه دي ما اعرفش ايه دي اي دي دي اي دي بالظبط وايه واي بالظبط ابيدرمس هتيجي واي في مكانها اكيوت ابيدرمايتس او ابيدرمايتس يعني ابيدرمايتس معروف ان الابيدرمايتس والاوركايتس از اكستريملي رير ان تشايلد. الابيدرمايتس والابيدرمايتس يجوا للرجاله او للبوست بيرتال بويز اللي هم سكسيلي اكتف من غير سكسيال اكتيفيتي ما ينفعش الراجل يجيله ابيدرمايتس او اوركايتس قليل قوي لما يجيله. ده معناه ان احنا الايج عندنا مهم. لو جالنا طفل عنده اكيد سكوتر بين يبقى ده اكتر واكتر بورشن لان عشان يجي له اوكايتس لازم يكون ابتدى يبقى بوست ديفيرتد سكسي ريأكتيف وفي الاغلب في البلد دي يبقى برضه مش هينفع في
لا تانية ممكن الموضوع يبقى أسهل، لكن هنا هيبقى التيوموكايتس صعب. الناس عندهم اس تي بي جالهم سكشن ترانسميت ديزيز وبعد كده يوترايتس وكوستايتس وكوستايتس والكلام ده، هنتكلم على الموضوع ده فعلا كمان شوية. طبعا الحاجة التانية اللي هي ايه؟ هيموجين سيستم. هيموجين سيستم يعني فندم؟ يعني ديجنريتنج تيوم. ممكن تيومرز التايمز بالذات الاكسوتر بين زي ما كنا بنقول امبارح السيكولر بيبلاز ممكن السيكولر تيومرز صح؟ السيكولر تيومرز طبعا غير بس معروفين نحطهم كده لان هم بيجوا في سن يمكن مختلف شويه وبيبقوا ديجنريت سادنلي يحصل فيهم هيموجين نيكروزس يعني مره واحده يرضعوا مره واحده. الراجل بتاع البراطن اللي انتم شفتوه ده اللي كان عنده لمف البراطن كبيره قوي وحمراء ووجعاه وكان عنده ديجنريتنج براطن نيوبلازم فديس از ويل نون. If the tumor degenerates, it gives the picture of inflammation to the extent of edema, pitting, warmth, and so on. قلنا ساعة سيكل تيومرز بيسيميليت بنوماكايتس. طب هو ايه تاني؟ روما تروما ما يمنعش تروما واحد اتخبط يقوم يجي له بين تروما ساعات الباريكوسيل قول هو السيكولار تيومر بتعمل اكيوت سيكولار بين يعني في ولا حاجه تكون احنا نقول انها اكسبشن هو يعني ساعات لو احنا بنقعد نعمل ايه يحذر من اكسبشن غير بس السيكولار اكسبشن هو رو هو مش ده المقصود السيكولار نيوبلازمز معروفين هم بيجوا از جرادولي بروجريسيف سوري لكن التايمز يقلبوا لنا المقاييس وعشان كده في دينا خطه ظهرنا يقولوا ساعات يحصل فيهم ديجنريشن وهيموجين روزز ويجوا اكيوت بين الواحد ممكن ما يكونش واخد باله يجيله بين يقوم يقول ايه ده لما احس حاجه يقوم يلاقي ايه ده حتى بيرمى ايه اللي مرمى وهي تكون موجوده من الاول ما خدش باله وبعدين يروح للجراح يقول دي جت امبارح طبعا ما جاتش امبارح وساعات قلنا امبارح قلنا في شويه مجموعه من التيومرز معروفين في الجسم بيشبهوا الانفلاميشنز معروفين البني ادمين اللي بيقرا بيعرف انه بيقرا بيصطاد طبعا الكالتشر تقول الكالتشر الجنرال كالتشر تقول التيومرز ار بينلس ليجنز يس بس التايمز بيسميك انفكشنز زي ما انتم عارفين الامثله اللي قلناها امبارح المسايس كارسينوتوزا والبريس ابسس الميديك ليفر ابسس والهيباتوسيل كارسينوما والميوين ساركوم حتى العظم والسيميلايتس الجدار اللي عنده حراره والسيتوز والبريس سعر عالي وعنده بين وسواري والبيبيا بيطلع في الاخر الميوين ساركوم عضو اللامش والسيميلايتس حتى ممكن تفلكتويت حتى واحده اللي تحت تجيلها باص للدرجه دي مخادعه يعني وطبعا قلنا الكراتين وقلنا كمان مش عارف قلنا ايه وهي متاسس فدي قاعده معروفه بس طبعا ما تقلقش يعني مش لازم الواحد يقلبها الحاجه الثانيه اللي هي التايمز باريكوسيل التايمز باريكوسيل بيكامز ترومبوز مش الناس اللي جايلهم باريكوسيل واللي عارفين البينز بيحصل فيهم ساعات ترومبوفلوبايتس تاني منكم شويه شافوا ترومبوفلوبايتس يبقى البين اللي كان نون تيربل وكومبريسبل وبينفر من الليشن يبقى احمر وكور لايك وبينك فور تندر فلو حصل ثرومبوزس في باريكوسيل تدي نفس المنظر الباريكوسيل اللي حصل فيها ثرومبوزس الباريكوسيل اللي حصل فيها ثرومبوزس يمكن تيجي بقى العمليات واحد يعمل عمليه باريكوسيل يقول البينز بتاعته تحصل فيها ثرومبوزس عشان ربطناها يقوم يجي لهم يجوا فيهم ثرومبوزس يعني فورم اوف فورم اوف البايكس في الفريق فورم تكسس زي ما تيجي في البايكوز بينز بتاعت الاثنين مشهوره قوي قوي يعني هنتكلم عليها ونشوفها مره ثانيه لكن في حاجه ثانيه اللي هي سترينيتد هرنيا ممكن العينين عندهم سترينيتد هرنيا عندهم اكيوت سكوتر بين يا اما تبقى هرنيا نازله سكوتر يا اما كانت فوق لو كانت فوق شويه مش نازله سكوتر بتكون تشبه التورشن او الانديسند تيسس انتوا يو اول نو ذات الانديسند تيسس بيدسبوزز تو تورشن او نقول حالا دلوقتي لو مش لسه عارفين في كمان اللي هي بيقول عليها
الاطفال ساعات يجي لهم الليباتيك سكوتال اديما ما هياش بينفول لكن تبقى اديمتس الليباتيك سكوتال اديما بتبقى بتفوت برضه انها بتبقى مره السكر من جيل مره الرجيك حاجه مرصد مش عارف ايه لكن ما احناش عارفين بالظبط. والحاجه الثانيه المهمه انتوا عارفين ان حاجه بتيجي وماهياش مؤلمه بس بتشبه قوي السكوتل قصدي التستيكولر تورشن. عارفين انتوا ان في كده ابندجز للتستس عارفين ال بالظبط كده التستس عند الابر بول بتاعها عند الجلوبس جلوبس ايه منهم عند الجلوبس ايه اللي فوق بتاعت الابديدمس جلوبس ميجر جلوبس جلوبس ايه هات جلوبس ايه هات يعني جلوبس ميجر تبقى تبقى كبيره جلوبس ماينر اللي هي الاكس اللي هي يعني تاني فعند الابر بول اوف التستس جنب الجلوبس ميجر في ابندجز التستس لها زوايا والزوايا دي ساعات بيبقوا بدونكيليتد ولو كده في دونكيليتد ساعات يلفوا زي ده لعبة عدى ميبي اكيو مليمترز لكن تدي اكيو سيفير بين اسيميليتس تورشن الابندجز دول جايين من الرمنتس الولف كونداكت والبوليري داكت لو انتوا عارفين الاناتومي دي الانيمولوجي دي بس عشان في فتره مشهوره قوي تورشن او تورشن او testicular appendages طبعا اللي هم الزوايد appendages معروفين فهم دول الحاجات اللي عندنا كام سبب قال لي 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 فدول الحاجات اللي بيدوا اكيوت سوت الدين مثل سكوت البين ممكن يبقى عندهم حاجه من الحاجات دي طبعا الهيباتيك سكوت القديمة از يوجوالي نون بين فول تيجي للاطفال هنطلعها بره فيري جوسيف اكستربوز فيري سبيسيفيك فيري رير تروما معروفه تسيكل تيومرز برضه رير تورشن او تسيكل ابندج مهمه ساعات الواحد يقدر من خلال الجلد رفيع يشوف التويستد ديسكالرد ابندج يعني ذا بلو دوت ساين سواء ذا بلو دوت ساين في الدياروت حاجه لا تتعدى فيو مليمتر ملي سنتيمتر لكن تبقى في دام كريت وخف فتبقى سيفير بين ده تبقى عند الابر بول عند الابر بول سكين ابندج عارفين الحاجات المهمه في الامتحان دايما حاجات الاكيوت وحاجات الايمرجنسي وحاجات الكومبليكيتد وحاجات الكومن كمان حاجات الباب عشان الواحد بس يبقى ملم لا طبعا حاجات الاكيوت اهم بكتير من ان الواحد يقدر ياخد فيها قرارات سريعه مش هيقدر يقعد يشكك في نفسه يقول هعمل ايه مش هعمل ايه فلازم يبقى عارف احسن حاجات الالكتر تبقى اللي هي ذا بلو دوت ساين ذا بلو دوت ساين اللي هي the appearance of the twisted discolored small upper pole the secret appendage that is twisted through the skin يمكن شوية translation يمكن لكن معروفة the blue dot sign طبعا احنا الكلام ده مش هنجيب سيرته دلوقتي خالص احنا هنركز دلوقتي على البورشن اللي نمسح البوكس دي لان دي البوكس بتاعت اسباب الاكيوت سكوتال بين طبعا ممكن ده تيجي في الامتحان وفي جار معروف the secret torsion الحاجات اللي هي معروفه زي ما بيجي في الامتحان ساعات الاكيوت ايه البين زي ما بيجي ساعات الاكيوت ضم البين طبعا مشهور قوي 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 فهي دي الحاجات بتاعت الاكيوت سكوت البين او الاكيوت سكوت التورشن او التستس في العلم التفصيل اكيوت الكتيرموكايتس في ممري ذات الكتيرموكايتس الموكايتس in a child that is not who is not sexually active is extremely rare شخص خاصه وتشرب السكر ابندج السوائل اللي هم بتاعت الريفرنس بتاعت البولاري دكت والورك دكت المعروفين والسكر كيورز بين قوسين عشان قليلين والتروما والفربوز فاريكسيل والتحسن الجيم والسيجيت الدرجي احنا كمان النهارده قلنا the cause of the cause of the pain اللي هم مش عارف
هنتكلم دلوقتي على التورشن، هنمسح بقى الكلام ده كله، هنتكلم على السكيلر التورشن اللي احنا اوريدي عملناها مقدمه، بس انا الاول هرسم لكم الانوميليز بتاعت البيسس اللي بيدسبوست التورشن، وبعد كده نكمل الحل دلوقتي. كنا جدا نتكلم على بعض هناك بيجي لأني H وبيجي البسس اللي فيها A فالتسيك التورش نساعة فيه prenatal يعني intrauterine والتسس بعد ما تكون عملت already male organs and so on تختفي فتولد الطفل male لكن التسس بتاعته مش موجودة يقول عليها the vanishing testis syndrome يسموها the vanishing testis syndrome ومعروف ان ممكن التستس تلف intrauterine prenatal ممكن تلف neonatal التستس لسه مش ثابتة في مكانها لسه واصلة السكوتم وما سكتش في السكوتم layers بعد كده طبعا بتبقى ثابتة وما مش هتلف الا لو كانت نورمالي موبايل وتلف بالذات لما التستس تتقل في الاطفال اللي هم او في الادوليسنس اللي وصلوا قريب البيبرتي التستس بتاعتهم تكبر وهي معرضه انها تلف ايه حته الكلام معرضه انها تلف لو دي نورمال دي نورمال ادي ده البارز والابديدرمس والتستس والكلينيكال ده بتاع مدور ادي دي المعروفه اللي اسمها ايه دي انتي بيرد تبتدي كده زي هنا فطبعا لما تبقى جايه كده تبقى ثابته اكتر كده تبقى موبايله او تبقى كده في اسمها ايه بدل ما التستس واقفه كده تبقى واقفه كده ترانسفيرس لاي اسمها ترانسفيرس لاي 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 ال اي واي لاي يعني تبقى تتمدد على حاجه ولا مش لاي يعني هو الكلام مش صح هنا يبقى في سبيس طويل ما بين الابيديدرمس وما بين التستس يقول عليها لونج ايزوركيوم يقول عليها لونج ايزوركيوم ايزوركيوم النيزول هو المزنت يعني يقول عليها لونج ايزوركيوم يقول عليها ساينس اوف ابيديدرمس يسموها ساينس اوف ابيديدرمس لونج ايزوركيوم طبعا الاشهر على الاطلاق اللي هي دي اللي هي تبقى الكلينيكا تبقى انفستنج ذا كول تبقى الكلينيكا مش انفستنج مش سراوندنج بس التستس بص هنا الكلينيكا حوالين التستس لكن هنا الكلينيكا طالع فوق محاوطه الكول فتبقى التستس لها لازم لها عين جوه الكلينيكا عامله زي بيقولوا عليها ايه مين عارف؟ بيقولوا عليها كلابر ان بيل عارفين راس اللي هو بيبقى فيه جواه كلابر بعد يعملوا كده يقوم يتحرك كده يقول لك عليها كلابر ان بيل لو سويناها نقلناها كلها ملونه عشان تبان اكتر هتبقى عامله ازاي بصوا لو عملناها كلها اوبيك هتبقى ادي الكورت وادي التستس كلها متحوطه والابيدرمس كلها متحوطه بالتيريك اهي تبقى الاسس ممكن تعمل كده وكده زي الكلابر اللي جنب لو تلف لان الحته دي كلها اللي هي الكور تلف تلف جوه الكينيكا فاجينالز يقولوا عليها انترا فاجينال تورشن يسموها انترا فاجينال تورشن انتوا ليه مبدئين مش فاهم هو الطبيعي انها تبقى كده كلابر 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 زي ما انت بالظبط بس انا برضه بحب اكتب الحاجات عشان انا بال كلابر يعني انه كلاب يعني سقف كلابر الكلابر هو اللي بيسقف الحاجه اللي الواحد بيعملها البال بيعمله كده القديم ده بتاع الفصل زمان قوي درس ما اعرفش انتوا كنتوا موجودين وقتها ولا لا ما اعرفش بس لكن البلز مشهوره قوي طبعا والاجراس اللي بتضرب بيه لها معاني كتيره قوي وظريفه وكلها بتحبها معروفه يعني مش حاجه كلابر كلابر نبال يبقى لها كلابر نبال
الاسم الثاني بيقول عليها هاي انفستمنت اوبورتيونيتي. هاي انفستمنت يعني بتيجي ده از انفستنج ذا كور هاي اب مش كده ده نوت يوز انفست ذا كور ده راوند ذا كور ده نوت يوز سام بيست تاورز كتير من لاتر سايد من سايز بس حتى ورا مفيش كده. لكن هنا تبقى تبقى فوق هتبقى متعلقه هتبقى عامله كده هتبقى زي الكلابر زي الرأس. لو ده هو ده يخبط هيبقى عامل كده لان اهي الحته دي كده عايمه هنا دي اهي تبقى متحركه كده لو تقلبكم ما فيهاش اي حاجه ثانيه هي دايما تسبب كونفيوجن مش عارف ليه. اللي تحت دي اسمها لونج ميزوكيوم اللي تحت دي اسمها لونج ميزوكيوم اوكيوم يعني تسس وميزو يعني مازن فيبقى في مسافه بين تسس والاندنس. طبعا هنا الحاجات دي بتبقى التورشن فيها بيبقى اكسترا فاجينال فاجينال شيء مش هنسافر نتسال ايه فيه فاجيناليس يعني ايه يعني شيء فده بيبقى اكسترا فاجينال ده بيبقى جوه الفيه فاجيناليس فده بيبقى انترا فاجينال ده بيبقى اكسترا فاجينال. التوش ده نوعين انترا فاجينال واكسترا فاجينال. التستس الطبيعيه ما بتعرفش تلف انها ثابته تلف امتى؟ تلف قبل ما تثبت او لما تتقل وهي مش ثابته. يعني تلف في المولدين عشان لسه ما سكتتش لكن في الكبار بتبقى ست ما تلفش لكن لو كانت في عناصر بتنزل فرصها تلف تلف لما يقربوا ان هم يبقوا ادوليسنس او في بيرتل عشان وقتها تنسى تاخد تكبر تقوم تتقل وهي بريديسبوز لله تقوم كده تحقق الشروط اللي قلناها في الاول حاجه تبقى موبايل كده تقيله تقوم تلف تلف اكتر قوي في البويز الادوليسنس اللي هم قريبين من بيرتل او بوست بيرتل لو هو سكسي رياكتيف بوست بيرتل سكسي رياكتيف فانت دي فكر لازم عندهم ابيدرموفايتس لو لسه مش سكسيون اكتف يبقى الفوق الدايجنوز بتاع التورشن اولموست سيرتن اللي مش هيجيلهم بتنهم فايتس وده اللي بيقولوا عليه الايج فاكتور. الايج فاكتور مهم قوي في الدايجنوز بتاع ذا كوز اوف اكيوت شولدر بين. فهي دي الانوميز اللي بتبين اكسبوز تو تستيكولار تورشن ده النمبر 1 كونفجريشن دي نورمال نمبر 1 اللي هي دي نورمال دي نمبر 1 نمبر 2 اللي هي الانتي بيرتل اللي كنا قلناها لما اتكلمنا على التي بي والسيفلس قلنا ان الانتي بيرتل تستس التي بي تعمل اثر قدام اهي بتبقى قدام لان دي كانت ممكن تلف كده زي دي والسيفلس يعمل اثر ورا رغم ان العادي السيفلس يعمل اثر قدام والتي بي تعمل ورا عشان السيفلس بيعمل اوركايتس والتي بي بتعمل ابيديدمايتس فان التسس قدام تعمل قدام السيفلس والابيديدمس في النهايه ورا تعمل ورا دي الانتي بيرتل دي الترانسفيرس لاين دي الترانسفيرس لاين الترانسفيرس لاين كانت هي اول خطوه للانتي فيرجن لو كنت تسس عامله كده لو انا كده بقى عملت كده اتقلبت لو كنت عامله كده عملت كده لو رجعت كده عملت كده مش بنشوف ستيجز انا بقول كونسبتيال يعني مش كانها تقلب بس بقت متعلقه بالمصطفى بقت متعلقه بالمصطفى بدل ما هي ثابته كده بقت متعلقه من هنا من هنا فبقت اكثر موبيليتي. الترانسفيرس لاي هي الانومالي اللي ممكن نشوفها في النورمال سكروتم اللي ما حصلش تورشن يعني لما الواحد يجي له تورشن في ناحيه هيفحص الناحيه اللي فيها تورشن في الناحيه الثانيه هيدور على الانومالي اللي بتسبوز اللي هي ممكن تبان قوي اللي هي الترانسفيرس لاي. طبعا الاخيره دي اللي هي الكلابر نبال اللي هي كلاسيك كلابر نبال كلابر نبال بتبقى عامله كده فبتبقى فيري موبايل ودين ذا فاجينا بتدي ذا فاجينالس يعني بيقولوا عليها انترا فاجينال تورشن. الثانيه هتبقى هيقولوا الانواع الثانيه دي كلها اكسترا فاجينال تورشن.
ما احتاجتش ما احتاجتش انك تعرف تمشي. مش عارف مفيش ميه. مش بقى فيها ميه. ما اعرفش انا اتربى ولا لا. يمكن جاي كسكس موبايل شغال ما حدش عارف. الحاجه الاخيره ان في الدي ان ايز التسل والتويست انها لسه ما سبتتش. بعد شويه التسل بتثبت فيبقى اللايك يود بتاعت ان يجي له تسكيل بورشن قليله الا لما يوصل يبقى ادوليسنت قريب من الكيورتي او يبقى بوست كيورتي. مش هي تسل بتوصل يا دوب واحد موجود في البطن سكوتر فما لسه ما مسكتش. ما مسكت فيكس الحاجات اللي حواليها يعني الفيكا بتاعتها لسه ما مسكتهاش في الليرز بتاعت السكوتر الثانيه في الداركس والليرز بتاعت الجبن فتبقى لسه هي لسه واصله ولا مش ثابته؟ لسه واصله سبتت ازاي؟ فلازم عشان تثبت تاخد شويه وقت. بس فهي دي هتبقى نورمالي نوت فيكس في النورمالي بعد شهر على طول تبقى فيكس. فادي الباثولوجي بعد كده قصدي الكارج بعد كده نتكلم عن الباثولوجي عشان قربنا نخلص ان شاء الله. الباثولوجي بتاعت السيجر تورشن وسيما قلنا كانت بتقول عنها ايه؟ باثولوجي قلناها طبعا قلناها كلها طبعا. ايه اللي الواحد بيحب يقول فيها؟ الدايركشن هو ايه؟ بتلف لجوه. التسل بتلف لجوه. التسل اذا ما يلفوا بيلفوا لجوه. بتلف لجوه. لما نيجي انتويستد نلفها لبره. اوبن ذا بوك. At times the directions you see. زي ما كل حاجة في الدنيا معروفة، كل حاجة لازم أدي وأقيس منها، لأن مفيش حاجة بتبقى 100% دايماً كل حاجة بتخادع. فالواحد لما يجي يتويست كأنه بيفتح الكتاب يبقى بينفعها بره. التويستين يبقى لجوه. كنا قلنا يمكن مرة ما خدناش المرة دي الكريموستريك ماسل عشان هي سبايرال بتساعد على لما تكونتراكت لما الديموستريك تكونتراكت عشان هي حلزونيه فالتست دي ديسبوست وملفه وعشان كده ساعات الطرش بيجي بعد اكسرسايز يجي بعد يعمل حاجه في بطنه المصري بتاعت الديموستريك تكونتراكت يقوم التستس التويست لكن ممكن يجي يقع من اللو جيم ويصحى تاني. انتوا معايا ولا لا؟ فالاتجاه لجوه والانتويستنج لبره opening the book اوبن بوك انا بنسى انا بنسى اوبن بوك بتفكرنا وبعدين اوكي الاكسس وال طبعا بتفتح حوالين الاكسس بتاعت سمنت الكور يعني النمبر فيهاش حاجه بتفتح حوالين الاكسس بتاعت سمنت الكور وبعدين رقم ثلاثه النمبر بقى النمبر اوف تيست تلف زي ما تلف تلف 90 درجه 180 درجه 90 درجه 360 هتلف بس هتلف هنا بقى هتلف في الحته دي الكور ده انا مش هلف هنا الكور مش هيلف انا هتلف هي الحته دي عشان هي دي الحته المتحركه لكن الكور مش هيلف هي بس ده مش هو ده الكلاسيك هو ده الترابوزايد كور ده كان في العيادات الشوك يعني دي ما فيش زي هيبقى اكيوت فانيكيولايتس محمد بيقول الفيلاريا هتعمل ايه الفيلاريا منها نوع يعمل اكيوت فانيكيولايتس ويبقى ممكن يشبه المنظر ده بس هيبقى يعني سيتويشن غير بس هو دي لايكس قلناها فالاتجاه والعدد والمحور وطبعا اللي هيحصل ايه اللي هيحصل التستس هيحصل التستس ان هي هتبقى انفيرمنتال وديمتس وابتدي يبقى فيها ترانسوديشن اوف فيرمنت انتو تصير الساك يعني هالوسيد الحاجات دي كلها انتم بتبيتوا التستس دي سفولن بعد دي حصل التستس هي كسكس بقت سفولن بقت التستس بقت تندر لانها طبعا كونجستد بعد شويه التستس تبتدي تبقى سكينيك وتبتدي تبقى نون فايبل الموضوع ده ياخد وقت قد ايه ياخد حاجه بتاعت 6 ساعات 6 ل 12 او من 8 ل 12 ساعه يبقى لو عنده مارجن يقدر يلحق بني ادم في الوقت اللي هو 6 ل 8 ساعات كل ما تعدي كل ما الشانسز تبقى اقل لكن مش منعدمه زي ما يبان زي الرجل زي ما نقعد نقول على رجلين الرجلين بتدي فرصه 6 ساعات لو جت انا بعد كده رجله عايشه ما اقولش ان ماتت هنعمل له وضع ولكن فعلى حسب لكن ده اللي احنا بنقوله تقدير الوقت التقدير اللي بنقوله الحاجه اللي هتحصل تاني هو البلاد تيست بارير او التيست بيكامز سكيني اعمل بالظبط زي البارير بتاعت سمول انتستن مش الانتستن لها بارير لما تبقى سكيني يبقى ديسترويد والبكتيريا تعدي
does not pass this barrier, becomes the soil, once it passes, it is killing. And the embryos of the sperms are exposed to the immune system, and the immune system, they launch and a reaction against the normal structures and normal tests. Launch, but in launch, launch يعني يوجه او يلونش الاتاك بتاعته على النورمال عشان كده there is a reason why you should or you may remove an ischemic vesicle not only an important one طبعا important vesicles ما فيهاش كلام في الشارع لكن حتى الاسكيميك فيسيكلز ممكن يبقى الكلام عليها ضعف النقطه دي ما هياش نقطه مهمه زي ما انا بصورها يعني بديلها اهميه اكتر من حياتها بس هي معروفه the blood vessels barrier comparable to the barrier in the intestine against the transmigration of bacteria زي ما انتوا قلنا وعارفين يبقى دي الباثولوجي بتاعتها ممكن يحصل اسبونتينيوس ديتورشن في اتجاه مرضي ويبقى الاتاكس بروح عشان كده راح ممكن يجيله ريكارنت اتاكس ريكارنت او انترميتنت اتاكس كل شويه يجيله بيج ويروح يجيله بيج ويروح وبعد كده احنا جاهزين نتكلم على الدايجنوز اللي هو السيمبتومز والساينز والانفستيجيشنز وقريبا احنا خلصنا مش عارف ليه بدري بس ان شاء الله احسن لو مش عارف الساعه كام اصلا 8 الا ربع ولا كام؟ 8 لا ما خلصناش بدري ولا حاجه يعني احساس مش عارف اي حاجه السيمبتومز والساينز اللي بتحصل للبني ادم ده انت اسماء؟ اه فندم اما انت وغيرنا ايه اللي هيحصل؟ السالن بين السالن سيفير سلوتر بين اللي ممكن يكون ريكارنت كله مفيش ولا كلمه كتير بتتقال والمنهجين اللي بيجي لهم معروفين يا موجودين طبعا هيصرخوا وراح يلاقي السكن بتاعهم وارم ومحمر يا اما هيبقوا ولاد قرب الكيبرتي او بوست كيبرتال دي الاعمار اللي بتيجي فيها لما يجي لهم السيفير بين دي ليه بيكام وزيد ان they may vomit, they may suffer a form of neurogenic pain and shock, مفيهاش اي مشكله. هنيجي نفحصهم, هنعمل examination, يوم الواحد على طول يقول يكتب الحاجات النقط اللي الواحد بيعلق عليها. النقط اللي الواحد بيعلق عليها اللي هي ايه؟ اللي هو الجلد. السكين والتوني. مع الوقت الجلد يبقى discolored with dimness. بايكالي لكن في اول حاجه هتظهر كان احنا بس للترتيب الكيميكا ممكن يكون فيها هايدروسيل وهايدروسيل مع الوقت بيبقى صعب قوي الواحد يعرفاي الحاجات دي التست هتبقى سوري وتندر وهتبقى اعلى هتبقى لاين ات هاي ليفل الكورد هيبقى التويستس اللي ممكن الواحد يحسها ساعات طبعا البي ار شود بي نو جود ريزن why the persistent seminal vesicles may be affected. In the blindness, they may be قد يعمل في قاري لك cross it very tender. مفيش طفل بيجيله بروستاتايتس. بروستاتايتس ده لازم يكون يا واحد ركب له قسطرة يا واحد بيعمل حاجات شريرة فجاله بروستاتايتس يعني جاله ريفرايتس قام جاله راح على البروستيت قام راحت على السيمن فيسيكلز راحت على البواز وراحت على الكيدنس. معروفة يعني. البروستاتايتس انا بنتكلم مرة تعديل فيبقى هنا البي ار تبقى نورمال مش هيبقى فيها حاجه اللي بنقصه بي نورمال دي اذر سايد اوف سبوتر من شور دي انوميلي لو انها اللي هي ممكن تبقى ترانسفيرس ترانسفيرس لاين الناحيه الثانيه هتبقى فيها ترانسفيرس لاين ساعات يبقى الحاجه كمان اللي بتحصل تبقى مستيك ريفلكس باست تعرفين المستيك ريفلكس اللي هو واحد بيستروك يجي اسيت او بتاع يلاقي التسج اللي في الفاكت اوكي مستني التسج موجود في الازهر لان التسج ده بقى لسه صغيره وخفيفه ولما هدين باركل هي از باوند تو لوز هيز او ذات ان سيرك التكس فبيبقى طبعا في لصق ما فيش سيرك التكس ان المصل لفه ومجسد انيمتس ومن الحاجات كمان اللي الواحد بيلاقيها ما بقاش عارف فين اللور بول من فين الابر بول او التسس من فين الديدمس من التسس بتبقى لفه فاللفات بتبوظ الاناتومي دي فادي السيمبتومز والساينز انفستيجيشنز قلناها مره قبل كده محمد تحب تقول لي ايه الانفستيجيشنز المطلوبه اول بقى عاوز اسمع منك اول حاجه
ايه؟ حد صام. حد يحب يقول حاجه ثانيه وحد يقول اه حاجه ثانيه حد صام. الكريتيكال بتاع الدوم بيرسونال ديسيجن. انا عاوز اسمع كده ممكن ما نعملش الديسيجن. في حته عندنا غلط هيبقى الديسيجن هنعمله اكسبلوريشن. اه مش هينفع احط بقى الصوره بتاعه طب هنعمله ايه؟ ما تخليش حاجه كبيره دي حاجه عمليه مش هتاخد منا اكتر ان شاء الله من 10 دقائق او ربع ساعه. فلو عندنا سين ايمرجنسي ما عندناش انفستيجيشنز مش هنعملها. لو كنا هنعمل حاجه لو كنا نعمل انفستيجيشنز يبقى ممكن نعمل يونت اناليسيز عشان نشوف اذا كان عنده فاسس يورين بتاعت ابيديمايتس ويورين تاك انفكشن. ممكن نعمل له لوكوسايتس لو عنده لوكوسايكوزس بتاعت ابيديمايتس ولا لا. ممكن نعمل له سين دي سكان على التستس نشوف وصل لها دم ولا لا. التكنيشن والتستس بتاخده وبيوصلها عن طريق دم الدم طبعا الدي اي في ما هي ازاي يعني؟ يبقى هيوصلها عن طريق دم لو دمه مقطوع يبقى مفيش دم وصلها. لو في ادينوايتس هنلاقي في دم كتير وصلها وتبقى تاخد تبقى مور اب ذان يوجوال. عمليه ما بنعملوش لان محدش هيجي لنا صحيح. الناس بتوع نيوكلير ميديسن دول ما لهمش نبطشات بالمعنى يعني. لو رايحين قاعدين في المستشفى والباطنين قاعدين في المستشفى والجينيكولوجست قاعدين في المستشفى والناس دول قاعدين لكن بتاع النيوكلير ماتس ده يجي الصبح ويمشي على الساعه مش عارف كام خلاص. فعشان يجي ويعمل النيوكلير ستادي بتاعت الليل عبال ما يجي هيبقى خلاص الباك باس. فعمليه ما بنعملهاش. نظريه معروفه. طبعا الحاجه الثانيه ان احنا ممكن نعمل دوبلكس او نجيب البوكيت دوبلر نوريكم قريب قوي ان شاء الله. واحد يحط البروب على الايه؟ على الكور ونشوف اذا كان في سيجنالز ولا لا. فهي دي الانفستيجيشنز اللي الواحد ممكن يعملها بعد ايام عنده سسبشن بعد ما يقول ان ممكن ما اعملش اي انفستيجيشن. مهم ان في التروما وفي الكونديشن ممكن يقول انا مش هحتاج انفستيجيشنز ودي اهم. وانا مره قبل كده على ازاي الناس بيروحوا يعملوا سي تي هم بعد التروما ويموتوا هم كانوا سي تي عشان هم انستيبل في بلاس. دونات سي تيز دونات او جات زي ما بيقول. ف ممكن الواحد ما يعملش انستيجيشن دول عمل ممكن يطلب يورين اناليسيز ولوكوستيتيك كاونت و سي تي سكان على التستس و التا ساوند او دوبلكس وبوكيت دوبلر. بس اهم الواحد يقول الكلام ده يقول نو انستيجيشن بليف مي نوت فور امبورتنت. بعد كده جينا للتريتمنت. وصلنا للتريتمنت طبعا الفيشن روز هناك هنكتب جدول دلوقتي المقارنه بين الاندمايتس والفوشن حال دلوقتي. بس ال التريتمنت بتاعتها مين هيقول لي التريتمنت ايه؟ دي تويستنج. ايه؟ ان تويستنج يعني ايه تويستنج او ان تويستنج؟ لو جرى حاجه ان تويست ممكن يبقى استنى شويه بس في نفس الهوسبيتال سيتنج او نفس الهوسبيتال بيشن يفكس بدل ما يجي له نظر اتاك. لو ما عرفش هيضطر يعمل سكوتال اكسبلوريشن عن طريق سكوتال انسيجن. ده مش تيومر هيبقى سكوتا ما فيش اي داعي نفتح الوان الكنال خراب يفتح الوان الكنال ليه؟ اه في التيومرز هاي الوان البريدكتومي لو وضعوها تاني خالص الاسباب اللي تعرفينا كان نفتح سكوتا يعني نفتح في الميدل لاين في الرافي عشان نوصل لحته واحده لان الناحيتين يا يعني نفتح الناحيه دي والناحيه دي عاوزين لازم الواحد يفتكر يثبت الناحيه السليمه يعني يعمل اوكيدو باكسي كيلو بيكسل يعني ياخد البطن تستجل في الكيميكال انجينيا البطن سكوتم ثلاث اربع غرز. ساعات يعملها بالطريقه بتاعت تثبيت التستس في الاندسندنت كيسز اللي هي يقولوا عليها داربوس باوتش زي ما بيقول. يعمل سبيس ما بين الداربوس وما بين الجلد ويحطها بره السكوت اللي هي ما بين الداربوس وما بين الجلد. يقولوا عليها داربوس باوتش او اكسترا داربوس باوتش عاملينها مع الاندسات التستس. الناحيه الوحشه هيفتحها مين يعمل يعني مين يعمل لي الجوريزم؟ هي سما هيفتحها يلاقي ايه؟ لا لا تستس كيميك تشيلها. حد ممكن يجيب لي يعمل لي الجوريزم قبل كده؟ ايه؟ بره لاند بره ده اللي بيقوله ايه يا دينا؟ ايه؟ هاند تويست انت بتقول ايه؟ محمد بيقول لي شوف بورشن ولا لا لانه ممكن ما يكونش متاكد. فالاول هيشوف بورشن ولا لا لانه ممكن يكون هو انت مش حافظ غلط. يبقى تعمل نكتب الالجوريزم مع بعض
عشان نخلص ونعمل حاجه ثانيه. تعرف الحمد لله خلصنا بقى دي شويه طبعا بس لسه برضو لسه اهو الواحد هيقول اوبشن question mark exclamation that no خلاص no no خسرنا لقيت احنا ما نعرفش شخص قايل بس احسن ما كنا سيبناه والتست بتاعه بقى ديبارت يس exclamation for torsion yes torsion no بيشوف زي ما انتم بتقولوا viability اذا كانت viable ولا لا اذا كانت non viable وباينه من غير ما يحط تويست لانه ما فيش داعي نخلي شويه الحاجات الوحشه تروح على الدم هيعمل اوبيداكتو يبقى نون فايبل ايه نون فايبل فايبلتي دي نو دي نو يبقى اوبيداكتو وطبعا ممكن بعد كده يبقى يحط للبني ادم ده السيكولار بروستيسيس دي السكر البروستيسس زي البريست تيجي كده سايلاستيك بروستيسس ممكن تحطها في السكوتر بدل ما يبقى عنده انتي سكوتر تحط له ممكن ليتر اون تستيكولر بروستيسس لو فايبل يس يبقى هاندي تويست وهاند فيكس يمكن نعمل معاها يفرجن التينجا يمكن الواحد يفرج التينجا عشان التينجا تبقى مليانه ميه وتبقى عاوزين نفضي المال فيها فمن تحت ليكم ونخيطها ورا الابيدرمس هتكلم عليها بكره عشان مش موضوعنا دلوقتي يبقى هو ده الالجوريثم الصغير قول يا بلال قول دكتور طلعت ان انا اكتر عشان ده اللي هو بين ما بين المفروض ان التست تبقى عايمه فلويد لو حصل لها ادكشن في الحاله دي طب ما انا عشان اعمل لها فيكس ثاني ما انا لازم اسحب الفلويد حاجه شبه مش هتبقى عامل في الفلويد هي هتبقى عامل في الفلويد مش هتبقى عامل في الفلويد ما هتبقى عامل في الفلويد هتبقى عامل في الفلويد لكن هي نورمال مش عامل في الفلويد هي عايمه بس مش في الفلويد عايمه انا تبقى اثنين رجل وبعدين هنقول احنا هنعمل لها هنفتحها ونحطها وراها ده لسه بيقولوا هنعمل ايه هنعمل ايفرجن هنفتح الكيميكا ونحطها وراها لو هي كده او غير كده حتى ايه دي قول يا محمد حد بيحصل له ليستنج وسبونتينيوس اند ويست هيعمل له بروفلاكتيك طبعا لو كان محمد زي ما بيقول لو واحد يجي له انترميتنت تورشن لو اثبتنا كده هنعمل له رياكت طبعا بالبان ساعات بيقول بالسين تي سكان بعد السبونتينيوس دي تورشن لو فيها تست سيريسكيميك لما دي تورت يجي لها دم زياده اللي هو الهايبريك ريسبونس اللي انتوا عارفينه فهو يطلع طبعا حاجه لما يرجع الدم يبقى زياده فلو احنا لو احنا عاملين كده ويتكسر ريأكتف طبعا يبقى التورشن قول يا بلال هو بلال ده شرير قد ايه؟ عاوز تعمل ايه؟ عاوز ترد ولا عاوز تعمل قول يا حبيبي؟ لا اي حاجه انت عاوز تعملها انا عارف ازاي ده شرير بشكل غير طبيعي بس صراحه بعرفها زي ما هي بقى اللي عايز اقول يا بلال قول انت ازاي بقى؟ اكيد تعرف طب هقول لك حاجه افرض انت الواحدة خالص ومعك الولد ده وانت لوحدك الواحدة خالص هتستعمل شوية اكيد كده فكر يعني هتقول لهم هعمل ازاي لا ما بقولهمش هتقول لهم هتبقى لونها بلوش و دارك ان كولر وتبقى واضحة وتبقى فيري سوفت كونسيستنسي ما تجيبش لو عنده باوت يبقى هيجي تويست يحط عليها هوت باكس بتخلي الانيس الدستي اوكسجينيت زياده عشان يشوف فتره الفايبر بس هو ساعات الواحد بيبقى عنده شك كلنا بنبقى عندنا شك وده السبب من اسباب المشاكل كتير احنا مشككين فنخاف فنبتدي نشوف نقدر نعمل ايه احسن من سوء فالكلام على ان احنا نثبت التست الناحيه الثانيه اوعى تنسوا وان احنا هنفتح واحنا يمكن مش متاكدين والموضوع اسمه working diagnosis وهنشوف اذا كان في تورشن ولا مفيش تورشن مفيش لو في تورشن هنشوف فايبر ولا لا زي ما بلال ممكن عندها باور لو احنا متاكدين من فايبر هنشيلها لو مش متاكدين هنديلها فرصه باكس اوبسرفيشن لو كانت عايشه هنسيبها ونثبتها ونعمل لها في نفس الوقت ايفيرجن يعني فيرتل كلينيك هنفتحها
والخيارات وراها مبقاش لها سبيس تجمع في ميه. هنقولها بكره بكره ان شاء الله نعمل الهيدروسين والبيتروسين والسيس بتاعت السكوب. يبقى احنا كده خلصنا وهنعمل بقى حاجه تانيه. لكن في جدول مخلص. لا عاوزين نعمل الجدول بتاع الابيديمايتس قصاد قصاد ايه؟ التورشن. يا عم خلينا نخلص المره دي بقى.
بطريقه ايه؟ بطريقه اناتوميكال. بيفكر اناتوميكال. بيفكر فيها اناتوميكال مش بيفكر باثولوجيكال. بعد ما يفك الاناتومي يقول ايه الباثولوجي دي؟ النمطي دي. Remember that the swelling anywhere in the body may be ectopic, may descend from above or may ascend from below. يعني ممكن تكون حاجة من حتة تحت وطالعة، طبعا هنا الحمد لله السودان هو نهاية الاريا فمفيش حاجة طالعة ومن تحت، لكن ممكن حاجة طبعا من ضمن فوق اللي هي الايه؟ دي دايرنيا وأي بعد سودان سواليك. لكن لو اتكلمنا على حاجات في الرايت لك خاصة تحت يقولوا اوفري حلق نازلة قصدي طالعة من فوق وليفر نازل من تحت، قصدي اوفري من تحت وليفر من فوق. دي طبعا كيدني مثلا. فلما الواحد يتكلم على سواري تاني يقول باضي بيفكر اناتوميكال. بيفكر اناتوميكال ويقول ايه الحاجات الاناتوميكال ويقول ممكن تدي دي ودي ودي ودي. لازم نزود عليها حاجات توبيك وحاجات فروم اباف وحاجات فروم بيلو. حاجات ديسندنج وحاجات اسندنج. وتبقى اكزامبل الزراعه اللي خاصه. الواحد يسال على سواري الزراعه اللي خاصه. يقول ده ممكن يبقى جلد ومصل يعني انتيريور ابدومن وول، ممكن يبقى بون ومصل يعني بوستيريور ابدومن وول، ومعها الايليك ارتري ومعها اللامبوسيكرال اكسس ومعها الليف نودز، ممكن يبقى ايليوم وابندكس وسيكم. لكن كمان ممكن تبقى النكسر طلع من البلبس او ليفر وول بلر او سبين من الابر ابدومن. وبعد كده تيجي تقول ممكن يبقى ايه نقطة انيوريزم يورو فايبروما يورو فايبروساركوما وكوسكوساركوما طالع العظمة وكسوس ابسس ومش عارف كارسوما اوف ذا سيكم وابندك ابندكس ماس وبرونز. انتوا معايا ولا لا؟ كان نفكر اتوبيك كنا مرة قبل كده عملناها في الفيمورال تراينجل. وبعدين يجي نزود عليها اكتوبيك كيدني. الكيدني ممكن تكون في الرايت ايه خاصة دي مش موجودة نورمال. يبقى الواحد يفتكر حاجات الاكتوبيك حاجات الاسندنج او حاجات الديسندنج. حاجه جايه من تحت او طرف او من فوق زي مفهوم. لو اتكلمنا على السكروتم يبقى نفرق ما بين اذا كان بيورلي سكروتم ولا انجوالي سكروتم. الحاجات اللي هي نازله علينا من فوق والبيورلي سكروتم هنيجي نقول ده ممكن تكون جلد. ممكن تكون سكين اوف سكروتم. لكن ممكن تكون ايه كمان؟ تيري. التينيكا ممكن تكون تينيكا وطبعا هتحط طول الحاجات منهم حل دلوقتي ممكن تكون ايه؟ تستس ممكن تكون تستس ريمبر طبعا بس وين تاني ممكن تكون ايه؟ ابيديدمس بالظبط ممكن تكون ابيديدمس وممكن طبعا تكون فورد ممكن تكون فورد كده كل الحاجات كلها ويبقى الواحد يطلع حاجه من الحاجات دي. يلا مين كده يقول لي خالد قول يا خالد ده ايه حمد تقول ايه من دول؟ سكين ايه؟ فيلاريا مش برافو عليك بقى ممكن واحد يبقى عنده فيلاريا السكين والسكوتر ليرز ممكن يكون عنده فيلاريا عندها الانفيديما الانفيديما اشهر مكان تيجي فيها في الرجل لكن تيجي في السكوتر تيجي في الذراع تيجي فين؟ في البريست قلناها مره من مرات يلا خلينا نقول حاجه كمان. At times males possess multiple hemispherical cystic cutaneous swellings that appear white even through the skin. صح ايه؟ Multiple sebaceous cysts. Sebaceous cysts of scrotum is a famous site for multiple sebaceous cysts. بيبقى الجلد بتاع السكوتر بيبقى فيه مفيهوش فات رفيع قوي وباين خالص السيمم ايفن ثرو سكين. على قد ما الموضوع يبدو ممل على قد ما ممكن يكون مهم الواحد يفتكره مره مرات وهو بيكتب ورقه ممكن تيجي مره يعني في حياه الواحد ما يقدرش يستحضر اهميتها الا لما تحصل له ف ورك ات اوت معاه دلوقتي عشان لما تجيبه تبقى اكرار. الواحد دايما يحاول يعمل تجاربه بدري ولما تيجي الحقيقه يبقى اوريدي عارفها بدل ما اول مره في الحاجه الحقيقيه. طيب سيبيشيس سيستس صح مالتيبل سيبيشيس سيستس
they are typically multiple. زيهم زي ما كان المكان ده ليه multiple exhibition sets. شفتوها معايا مره. شفتوها ست كانت مليانه سكابس كولينز وكان عندها سكابس ست كارسون انا معرفش طلع فيه. التايم exhibition sets are straight, become infected, and they give a very strange appearance. بيقول عليه Cox peculiar tumor. بيقول عليه Cox peculiar tumor. Peculiar يعني طبعا and strange or unusual. بيقول عليه Cox peculiar tumor. ما اعرفش الناس اللي بتسمع عند اسم 29 كان عارفه النتيجه دي طلعت ليه ولا ما اعرفش. لكن anyway الفلاريا والسيبيشن سيست. في نوع من الجنجرين مشهور بيجي في السكروتر. يبقى راجل سليم كده ما فيهوش حاجه او عيان ممكن في حاجه ثانيه وتقصر انت مره واحده ورم واحمر وبقى جانجرينز وسلط والتسك الصعب والاثنين كانوا الجانجرين بتاع كورنييه الجانجرين بتاع كورنييه اي بروميس ان هو كان شوفوه السنه الجايه كتير هتبقوا في الاستقبال وناس عمرهم ما سمعوا عنه وناس عارفينه قوي 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 قوي. ايه يا بلال مالك قول اصل ايه؟ اي قول اي حاجه اي حاجه قول. مثلا بص مستغرب يعني هتجيبيني يعني طب هعمل ايه؟ طب انا مستغرب يعني يا ريت اعرف اعمل حاجه. اسمه كل اللي عملته ايه مش عايز انا قريته قبل زي دلوقتي خالص ما اعرفش حاجه حاطط ايه ورايا كده واقعد اتفرج للاسف مش عارف اعمل حاجه. متضايق بس هعمل مش عارف اعمل ايه. فورنين الجنبين بتاع فورنين الهيباتيك سوبر جنبين فور نو جود ريزن ممكن بنادمين دول يبقوا هيلثي ممكن يكون عاملين لهم عمليات تانيين كمان ممكن يكونوا ان هيلثي ويجي لهم اكيوت سوالين ويمكن بين يمكن يزودوا مع الاكيوت سوبر بين بس يبقوا رجاله كبار ويبروجريس انفلاماتري كونديشن بروجريسز انتو snuffing of the skin of the scrotum. Never the testes. The testes are yellow, موجودين, what's called the skin you roll. What testes are yellow, موجودين. ساعة الموضوع بقى أوحش في سفينة الكوبرينيوم وراهم بين الكمال وطلع منهم كمان كولوستوم عشان ما يبقاش ما بعرفش نتيكيت من ال ايه اللي كمان رايح حواليها انفكتد جانجلس تيشوز اسمه ذا جانجلين اوف فورنيين إن أنا أقدر بايد من غيرهم انتباهيس فيها حاجات انرابية تبقى كومباين انفكشن انرابية بس التدكتر ديرهم انتباهيس من الرايب بعد كان لهم كوبرج بس at times they die at times they become septic and they die ما هيش حاجة very benign اسمه بجانين of فورنين تبقى ممكن بجانين of فورنين كمان الفورنين مين عارف ايه كمان ممكن يكون موجود ده لايكوما ايه وصل فين لكوما تيجي هنا؟ يعني في لكوما ممكن تيجي في الاريا دي ولا لا؟ في الكور ده ممكن في الكور برافو عليك في الكور لكن نقطة السكوتا سكين طبعا السكوتا سكين شو بيفويد اوف فات انه عاوز يعمل ثيرمو ريجيليشن لكن لكوما اوف ذا كور فيري ويل نون لكوما اوف ذا كور دي حاجة بنلاقيها كتير قوي احنا بنعمل هيرن لكوما اوف ذا كور لو حد قال سكوتر سكين هيبقى غلط لان ما فيهوش فات لو يعني ما ينفعش الكود غير سكوتر سكين او تيجي في السكوتر اوفر كود لكن نوت سايد السكين او السكوتر طبعا طبعا الفيزيكا حد هيقول لي حاجه بقى محمد فادي يقول لنا الفيزيكا بتطلع ايه؟ هايدروسين هايدروسين بانواعه الفيزيكا بتطلع لنا هايدروسين بانواعه كنا قلنا اوريدي انواع الهيدروسين. ايه الهيدروسين اللي هو الفاجينال والكونجنتال والانفنتايل الحاجات دي كلها طبعا الانفنتايل والكونجنتال بيبقوا مكتبين لغايه الانترنت بس انا مره هنسيبهم بكره تاني ان شاء الله بكره موضوع الهيدروسين وقدرنا نعمل الباريوسين كمان وبدنا نعمل يوم الاربعاء ان شاء الله الامتي سكوتر هيبقى عملنا يعني تقريبا خلصنا الموديول من الخمسه وبعد الاجازه نعمل النيرفز ان شاء الله لسه ما وصلناش لا طبعا بس لسه ما وصلناش يوم بعد الاجازه هيبقى ناقص حته كده صغيره سيركم
انسيجن مش عارف اعمل ايه فيليا تاني وبعد كده اعمل النيرفز الار ميديان وراديال ولفت البوبيتال ميديان البوبيتال والحته بتاعت النيرفز والنيرف ريبيرز والكلام ده عشان لو كانت هتجيبكم في الامتحان. طبعا ممكن تبقى هيدروكسيل خالد ممكن تبقى خالد راح فين؟ محمد فايد اقصد محمد فايد ممكن يبقى ايه تاني؟ زي الهيدروكسيل بس حاجه ثانيه. يعني هيدروكسيل هيدروكسيل هيماتوكسيل كل حاجة واحدة يعني لكن بي بايو سيل طبعا ممكن تبقى بايو سيل ممكن تبقى حيماتو سيل يعني ايه سيل؟ سوالي يعني سوالي وممكن تبقى كايلو سيل كل الحاجات دي وارد انها تبقى موجودة دي كلها الكيميكا روجاناليس اللي هي very common in actual fact هايو سيل is the most common يونيس كومن سوالي كل الحاجات دي لان الفيلاريا الفيلاريا هتيجي من الفيلاريا مع الفيلاريا ممكن يكون في كايا ممكن الحاجه الثانيه التستس طبعا حاجات مشهوره رامي تستس نيبلازيس سيمينوما وتراتوما وستيشن سيلا بيتك وستوري وليكوما وكل الحاجات دي يبقى كل الحاجات دي ممكن تبقى تستيكل نيبلازم بالظبط تستيكلر نيوبلازمز نيوبلازمز وبتستس انواعهم ايه رايكم في راجل عنده 60 سنه عنده تستيكلر نيوبلازمز كده عنده ايه؟ ايه؟ ليفوما ليفوما اللي فوق 50 عندهم تستيكلر نيوبلازمز تبقى ليفوما صح؟ الاصغر يبقى سكنوما اصغر ايه وتراتوما مظبوط الكبار يبقى عندهم ليفوما بتستس الصغيرين قوي وتراتوما المتوسطين في العمر يبقوا سندوما فدي معلومه صح التستس ابتدى طلع عليه بلازمز ايه ايه ده التستس طلع عليه كمان؟ ابتدوا اوركايتس ابتدوا اوركايتس هو عيب ابتدوا اوركايتس اوركايتس ده انواعها مامس اوركايتس فايرل ولا اي نوع من اوركايتس سيفريتك اوركايتس اوركايتس صح طبعا يجي اوركايتس تايمز على فكره اوركايتس وليتو اف التستس كنا مشهوره ايه مع اللابرس اوركايتس لكن السيفلس ما بيعمل ديفيوز اوركايتس او يعمل جاما معروفين الحاجات دي اوركايتس والتورشن طبعا ساعات الواحد يفرق بين اكيوت سوالينج وكرونيك سوالينج التورشن شريف مالك يا شريف سهل قوي الواحد يبروديوس مش هيجوز سهل قوي قوي التايمز ان اكيوت سوالينج از نوتنج باد ان اكسيدنت ديسكفر كرونيك سوالينج طب في الحكايه دي طبعا مش كده؟ لما الواحد يبقى جراح متاكد مش ممكن سوري ده ظهر امبارح ولا عندي يكون كده يبقى ده اكسنت ديسكفرد راذر ذان فولي اكيوت. الحاجه الثانيه طبعا الابيدرمس بقى بانواع الابيدرمايتس بتاعتها اذا كانت كيبرتلس عند التيل ولا بالهارزير واخده الابر بارت اوف ذا كورد والهيد اوف الابيدرمس ولا الكريتيكلايتس بعد الفيلاريا اللي هي البايك ستام المات الكورد اللي كنا بنقول يوم السبت اللي فات ولا تبقى حاجات في الكورد حاجات في الكورد زي الكوما وزي باريكوسيل وزي ليمفوسيل وزي ديفيوز ايديما اوف ذا كورد ديفيوز اوف ذا كورد وزي طبعا الحاجه المشهوره قوي اللي هي بيبقى فيها زي 3 فيسيكلز انسايد ذا سكروتم اللي هي الايه؟ سيستد هيرمس بالظبط يبقى عنده انيتسس وريتسس وهنا في حته انسيستد هارد سيل ذا كور هقولها برضه بكره استنى بس نشوف احنا خلصنا ايه النهارده عملنا البورنس ان جنرال عملنا الاكيوت سكروتم بين عملنا التورشن فور دي داي عملنا الفورنيه عملنا الجبين بتاع فورنيه الجبين بتاع فورنيه اقعد انسوه اي بروكس انكم هتشوفوه اكستنسيف السنه الجايه واسالوا الناس اللي جاوبت اشتغلوا في السنه اللي اسالوا النواب كل شويه يجي لهم عنده فورنيه الجلد بتاع السن بتاعه اسود ومع ابن التستكلز بتاعته اللي عملها قريب بتطلع نورمال لو التستكلز اب نورمال ما بقاش فورنيه فورنيه باي ديفينيشن بيأثر على الجلد وبس يبقى ميكس انفكشن حاجات انرابيك عاوز انرابيك انتي بايوتكس انتي هنرابط اللي هم ايه يعني؟ مترونيزول و مترونيزول و مترونيزول وكينونيزول ثلاث سنسين
الجدول المشهور للباري بروت سبيكترم اللي هو التايمان الانيبيتور. التايمان ده against all organisms that you can think of including the robots. لكن طبعا انت بوديس لها مكان معين النهارده ان شاء الله لها مرتين هنقول فيها. هي واحده بس هنعمل ممكن سبريد تو ذا وول عند البلاقين الريجن البلاقين ممكن تاكل اصلا غير البرايم غير البروتكس والكفرج ليتر اون. التايمز السكين كفرز الكاسكل وراح كفرج. التايمز بيشنز بيكم سبتيك اند يداي لو عاوزه تحضر التارجت ويبقى اخر حاجه قلناها اللي هو the differential doses of swelling inside the scrotum. One of the most forget that maybe in one scrotum ممكن تبقى جايه من فوق نازله على السكوتر وتبقى تبقى تنجز انرجي. وانت حكيت الكيمي سكوتر انكلودينج فرجان هادوسين كايروسين بايوسين ايماتوسين كونجنتال انفنتال هادوسين وقلنا السكندري بلازمز واوركايتس ابيدرمايتس تيبرتس فيلاريا بارتيكلايتس بنهارزيال وقلنا سكوتر سكين فورني وسيبيشن سيستس وايه كمان والفانتيزز والايكوب اوف ذا كورد والفينيكلايتس اخر حاجه فاضله فاضل حاجه مهمه مين عارفها ايه؟ لو في هرنيا لو في هرنيا قلناها اه السيستم ده بتصير قلناها وستارت بتصير قلناها لكن في رجاله بيبقوا ماشيين على الشارع وفي بلاعه بتصير لهم منها وبعدين يحطوا منهم البلاعه اللي بتقف وتصير اليوم بدل فكده كده ويقعوا بخصوص البريمير وطبعا في الراجل البريمير بتاعه بتتاخد في اليوريثرا واليوريثرا بتاعتهم بتتقطع دي ما راحش اليوريثرا دي ما صارتوش يقوموا لكن ما عندهمش حاجه يلاقوا بتيجي لهم هيماتوما في البرينيم ويجي لهم على التيب اوف يوريثرا دي زي ما نقطه دم فافتكروا ده اول حاجه وبعد كده يجي لهم الكريت اللي بتاعهم بيحصل ما زي اللي بتاعته متقطع بيحصل ما زي في السكروتر في السكروتر يبقى عنده يوريك اكسبريشن في السكروتر ونقولها مع الراجل ونقولها بكره بصراحه مره ثانيه طبعا غير سيبه من الجيم نكمل بقى بكره ان شاء الله الموضوع هيبقى بكره معايا ونسيبه بقى ونسيبه بسرعه بكره تاني انا بدل ان شاء الله